هو في البداية أنا طلبت من جولييت الرواية فأقول لها أنت بقالك أربع أسابيع الناس كلها بتاخد الرواية وما عدا أنا، فهي قالت لا مش موجودة وبعتتها لي ملف، فكانت الدنيا فيها صعوبة بالغة. الواحد يقرا 390 اللي أنا بستغربه يعني مش فكرة إن هي كتبته في كام أسبوع، يعني هو الواضح من خلال اللي أنا قريته إن ده كتب مرة واحدة، أنا مستغربتش. لكن فكرة إن هي تكتب على موبايل ده محتاج بقى قاعدة تانية، إن أنا ليا نوع ورق وليا بكتب قلم معينة، يعني أنا لو ما لقيتش القلم بتاعي ما أعرفش أكتب قلم جاف، وكانت دي عندي مشكلة حتى أيام الدراسة، كنت أكتب قلم رصاص أو قلم سيبرتو وبعدين أجي أمسك قلم جاف ما أعرفش أحل. فكرة الحجم الرواية برضو مش ده المشكلة، يعني أنا أذكر إن إحنا أيام ثانوي أنا من قرية اسمها بحطيط، طلع منها ناس كتيرة جدا يعني، وأنا أعتقد إن هي قرية فريدة من نوعها. كان أقرب مكان لينا كان بيت ثقافة أبو حماد، فكنا عشان ناخد روايات دوستويفسكي فكانت بتدينا كتاب واحد بس، فنقول لها طب إحنا هنساعدك، نقول لأمينة المكتبة إحنا هنساعدك في الفهرسة أو في الترتيب أو في أي حاجة نظير، إن إحنا ناخد كتابين أو جزئين أو ناخد يعني عمل كامل دوستويفسكي نقراه، فهو الحجم برضه ما بيشكلش مشكلة. طب إيه الفكرة؟ أنا أول يعني أول رواية أنا استمتعت جدا، وبعدين بعد كده أسقطت اللي أنا قريته، لغيته خالص وبدأت أراها بشكل تاني خالص. هنا الحيرة بقى، الرموز وبعدين ممكن التخلي عنها، إغراق في تفاصيل، يعني أنا عارف إن هو ظبط ودخل من المكان المخصص للظباط، طب خلاص وبعدين ايه الظابط اللي كل شويه حد يخبط له على الازاز ده، هو لو في مديريه الامن مفيش حد كل شويه يخبط له على الازاز، فالاغراق في التفاصيل اقدر ان انا اكسرها بشكل افضل. لكن في جرأة في ان انا لازم، يعني هي الفكره كلها ان انا لازم انشر ولازم يبقى في كلام وفي اقرا كتير، لكن في النهاية برضو مفيش الواحد ما يقدرش ينكر ان هو استمتع بالعمل، الا ان انا يعني اعتقد ان نظري ضاع شوية بعد قراية 390 صفحة على الموبايل، فشيء صعب اقول، لكن انا بشكرك واستمتعت والله، وان شاء الله الاعمال الجاية تبقى افضل على الموبايل برضه. لا خلاص، هي بتعرفني دلوقتي هتديني كتاب تاني.